والسابقا شفت في السلام، مرحبا بكم انا في البث المباشر مباشره من تطوان. اهلا وسهلا ومرحبا، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اعلنت وزاره الصحه مساء اليوم عن ظهور 592 حاله اصابه مؤكده جديده فيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الاجمالي الى 508530 حاله في الحمام البيضاء. الحمد لله لم تسجل اي حالات وفاه او مصابه بكورونا. عدد الوفيات 7 ديال الوفيات، كترفع العدد الاجمالي الى 8983. الحالات ديال التعافي 542 حاله، كترفع العدد الاجمالي الى 494415. الحالات الناشطه 5132. حالات تحت تنفس اصطناعي الاختراقي 14، والحالات تحت تنفس اصطناعي غير اختراقي 198. نعطيكم عدد الوفيات على مستوى الجهات. جهات الدار البيضاء 16 بعد الوفيات الدار البيضاء، جهات مراكش اسفي وجهات الرباط سهل القنيطره وجهات الداخله والذهب وجهات الشرق 0 حاله وفاه، جهات العيون صقير حمراء حاله وفاه واحده بالعيون، وجهات سوس ماسه 0 حاله وفاه، جهات طنجة طول الحسيمه حاله وفاه واحده بطنجه اصيله، وجهات بني ملال الخنيفره وجهات درعا تفيلال وجهه قلميم وادنون 0 حاله وفاه، وجهات فاس مكناس حاله وفاه واحده بمكناس. زخات مطريه الان كتعرفها الحمراء البيضاء. بونجور كل المتابعين الاوفياء، نتمنى وتقدم لنا اوقات جميله في هذه الدردشه. فيما يخص الجرعه الاولى 4,717 حاله، 4,717,551 جرعه الاولى مستفيدين المستفيدات من التلقيح، والجرعه الثانيه 4,209,470 حاله شخص يستفيد من هذه الجرعه. إذا تطوان الحمراء البيضاء كما قلت متسبعين كتسجل 0 حالة مصابة و0 حالة وفاة الحمد لله. على كل حال نتمنى إن شاء الله في القريب العاجل ترجع المياه لمجاريها، ونتمنى في القريب العاجل كما قلت ترجع المياه لمجاريها وتنتعش الحركة الاقتصادية والسياحية. من تطوان دائما متسبعين احنا معكم في هذه الجولة. زخات مطرية كترفعها الحمراء البيضاء في هذا الأثناء الشرقي. اليوم سجلت حالات ديال المصابين على المستوى الوطني 592 حالة، كترفع العدد الإجمالي إلى 508,530 شخص مصاب بكورونا. عدد الوفيات 7 ديال الوفيات، كترفع العدد الإجمالي إلى 8,983. حالة ديال التعافي 542، كترفع العدد الإجمالي إلى 494415. حالات الناشطة للأسف ارتفعت إلى 5132. نتمنى الدعوة ديالكم مع زخات المطارية اللي كتعرفها مدينة تطوان في هذا الأثناء، الله يرحمنا قد نفع وقد قواتنا، ونتمنى إن شاء الله ترجع المياه المجاريها، هذا هو الأهم. من تطوان دائما جولة ودردشة مع الحباب متسابقين قناة شوف تيفي. نتمنى الدعوات ديالكم، نتمنى الله يرفع علينا هذا الوباء، نتمنى ترجع الحياه الطبيعيه في القريب العاجل. من تطوان جوله ودردشه مع متابعينا الاوفياء، نهاركم مبروك، نتمنى الحيطه والحذر. 592 حصيله اليوم، كترفع العدد الاجمالي الى 5,800,000 و530، يعني اكثر من نصف مليون مصاب. عدد الوفيات 7 ديال الوفيات، كترفع العدد الاجمالي الى 8,983. حالة ديال التعافي اليوم 542، كترفع العدد الاجمالي الى 494415. حالة الناشطة للاسف ارتفعت الى 5132. العدد ديال حالة الناشطة ارتفع بشكل كبير وكبير بزاف. اذا متسبعين نتمنى الدعوات ديالكم، الله يرفع علينا هذا الوباء، نتمنى ان شاء الله ترجع الحياه الطبيعيه في القريب العاجل، ومزيد من الحيطه والحذر. هذه هي الاجواء ديال تطوان في هذا التوقيت، الاربعه وخمسه قل ثلاثه ديال الدقائق، 4:57 دقيقه. اجواء غائمه هنا في مدينه تطوان الحمراء البيضاء. الحمد لله ان تطوان كما قلت صفر حاله وفاه وصفر حاله مصابه بكورونا الحمد لله، ونتمنى ان شاء الله في القريب العاجل ترجع الحياه الطبيعيه، نتعاش الحركه الاقتصاديه والسياحيه
لان عدد كبير ديال الناس طبعا التجار تيعانيو في صمت مع هاد الجائحه. طبعا حسب بلاغ وزاره الصحه متسبينه حصلت اليوم 592 حالة إصابة مؤكدة، كترفع العدد الإجمالي إلى 508,530 حالة مصابة منذ بداية الجائحة. 7 ديال الوفيات على المستوى الوطني، كترفع العدد الإجمالي إلى 8,983 حالة وفاة. حالة ديال التعافي 542، كترفع العدد الإجمالي إلى 494,415 حالة. النشطة 5,132 حالة. نتمنوا الدعوات ديالكم، نتمنوا ان شاء الله ترجع الحياه الطبيعيه في القريب العاجل، هذا هو الاهم. سخات مطريه كترفعها شوارع مدينه الحرم البيضاء في هاد الاثناء، نتمنوا ان شاء الله في القريب العاجل ترجع المياه لمجاريها، ونتمنوا الدعوات ديالكم مزيد من الحيطه والحذر. بصحه فطوركم مسبقا، وانتظروني كذلك في جوله في لحظات قبل الفطور، نص ساعه قبل الفطور. عثمان البقالي الباريو ملاقا، تحيا لكل متابعينا من باريو ملاقا، تحيا لكل الاحياء ديال تطوان والشوارع والازقه اللي تمر منها عبر المباشر. احنا الان نتواجدوا في قلب المدينه، في وسط المدينه، هذه هي الاجواء متابعينا، احنا معكم في هذه الدردشه عبر الشوارع الحرم البيضاء. نتمنوا الدعوات ديالكم، نتمنوا ترجع المياه لمجاريها في القريب العاجل، ونتمنوا كذلك الله يرفع علينا هذا الوباء. بغينا تنتعش الحركه الاقتصاديه والسياحيه، ان الناس كتعيش الامرين مع هاد الجائحه متسبينه. هذه الاجواء ديال تطوان، نتمنى هو تقضي معنا اوقات جميله. غادي نمشي معكم في اتجاه شارع الوحده قلب المدينه، هذه هي الاجواء ساعه تقريبا ساعتين قبل الفطور، طبعا جوج ساعات قبل الفطور. من الان زخات مطريه، جو شرقي، جو غائم، وكما لاحظتوا معنا المباشر تعبنا في مدينه مرتيل قبل قليل. اذا متابعينا دائما احنا معكم في هذه الدردشه عبر شوارع الحرم البيضاء، نتمنوا تكونوا بخير وعلى خير، نتمنوا الدعوات ديالكم، نتمنوا امور ترجع المياه لمجاريها في القريب العاجل من قلب شارع الوحده. هذه الاجواء ديال تطوان في هذا الاثناء، قولوا لنا مين كتابعونا وكيفاش دايره الاجواء في المناطق ديالكم، وشنو رايكم متابعينا احنا معكم في هذه الجوله عبر شوارع الحرم البيضاء. هذه الاجواء ديال تطوان اجواء جميله، قولوا لنا مين كتابعونا وكيفاش دايره المناطق ديالكم، واش كاين شي شتا عندكم في هذا الاثناء ام لا. شارع الوحده قلب تطوان، تحيه لباريو ملاقا، تحيه لكل متابعينا الاوفياء داخل الوطن وخارج الوطن، تحيه للجاليه المغربيه، تحيه للجاليه العربيه كذلك اللي كتابعنا، وتحيه لكل متابعينا الاوفياء من طنجه للقويره. شكرا لكم على التفاعل والتعليقات، امين نلقاكم بخير في جوله قبل الفطور، وشكرا لكم، كان معكم معتكف كالعاده. الى